يبدو أن الأسطورة ليونيل ميسي على وشك اتخاذ قرار محزن لمحبي منتخب الأرجنتين باعتزال اللاعب الدولي في حال أخفق راقصه التانجو في عبور الدور الأول من مونديال روسيا. من المتوقع أن يقود ميسي الذي سيتم الأحد المقبل عامه 31 موجة الاعتزال الجماعي لعدد كبير من نجوم المنتخب في حال الوداع المبكر من المونديال حسب تقارير صحفية، مما سيمثل خبرا محزنا لعشاق كرة القدم في الأرجنتين والعالم بشكل عام. وبات المنتخب الأرجنتيني في موقف صعب للغاية بعد خسارته المهينة أمام كرواتيا بثلاثية نظيفة أمس في ثاني جولات المجموعة الرابعة، وتمتلك الأرجنتين نقطة واحدة وأصبح مصيرها متعلقا بنتائج الفرق الأخرى في المجموعة التي تضم أيضا نيجيريا وأيسلندا.